السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا عندنا اليوم توقع شنو بنستعرض، هذا بعض اليوتيوبر اللي يسوون كذا، يعني تحط في الفيديو صوره الفيديو الجوال وكل شيء وحط اسمه تحت وتسالهم الفيديو توقعون شنو، ولا شو الحركه البايخه، يعني بيطلع ارنب، يعني شو بيطلع. المهم استعرض معاكم اليوم بيكسل 4، ما بالاكس ال، بيكسل 4 العادي. طبعا مواصفات ما في فرق بينه وبين الكبير، هذا فول اتش دي، ذاك تقريبا كواد. البطاريه اللي حق ذاك 3800 تقريبا، ده 2700، هذا الفرق تقريبا بس. فنفتح الجهاز ونشوف العلبه. طبعا البدايه بس استعراض حق الجهاز من الداخل، نشوف شو اللي فيه. بنسوي لكم فيديوهات ثانيه راح نستعرض فيها الجهاز من بالكامل، انطباع الاولي، بعدها باسبوع او اسبوعين نسوي لكم انطباع النهائي لحق الجهاز وميزات الجهاز، وراح نسوي بينهم برضو مقارنة بينه وبين الايفون 11 برو في التصوير الليلي والتصوير العادي كل شيء. فنبدأ البداية، نفتح معكم الجهاز. الجهاز يجي بثلاث الوان، اللون الابيض يكون مات برضو، واللون البرتقالي اللي عندي هنا يكون مات، واللون الاسود يكون جيت بلاك، يكون نفس الحركة ذي لماع. اما الجهاز الثاني يكون طافي نفس الايفون 11 برو 11 برو ماكس. فاللي معانا الجهاز اللون البرتقالي مثل ما نشوف. نخلي الجهاز على جنب، شوف محتويات العلبة. دبوس لحق تطلع الشريحة، كتالوج الأوراق ذي كلها. هنا يجي معاه USB-C، ذا USB-C، والقطعة هذه لسه بتحول من جهاز قديم تنقل أغراضك في الجهاز الجديد. وهنا تقريبا الشاحن 18 واط خبريبة، 18 واط بس، هذه السرعة اللي يشحن الجهاز فيها 18 واط. طبعا ما في سماعة، ما في اي شيء، لو الايفون يسوي كذا الناس كلهم شبوا عليه، بس هذا الجهاز هذا اللي يجي مع العلبة وكل شيء. طبعا راح نستخدم معاكم الجهاز ونستعرضه، انتظرون فيديوهات ثانية. خلينا نشوف انطباع الجهاز، او نفتح الجهاز بداية ونشوف كيف شكل الجهاز. مثل ما نشوف مات هنا، حلو الحركة، وكاميرتين من وراء، وهنا كاميرا تي اوف او تايم اوف فلايت لحق تقريبا العمق، ما العمق يعني ما تقدر تستخدمها، لكن تستخدم بس الكاميرا العادية والكاميرا التقريب بس. الكاميرات اللي قدام مع الفيس انلوكت والبروجكت حقهم، الحركة اللي تسوي فيها زي كذا ما لها داعي بالنسبة لي. ومثل ما نشوف الجبهة كبيرة يعني طويلة، كان أول في نوتش، فالمرة دي لا خلوا جبهة كبيرة. في الجنب ألمنيوم نفس الايفون 11، ما بنفس الايفون 11 برو لأن الستاين ستيل أغلى، فحطينا ألمنيوم وطافي، حركة حلوة. مثل ما نشوف هنا سبيكر والمايك، الحين ما في سبيكر قدام اثنين ستيريو، لا سبيكر العادي هنا وسبيكر الثاني يشتغل من هنا. أما النسخة القديمة كان في سبيكرين، في يعتبر تشن تحت خفيف، ما ادري هل تقدر تلاحظه شوي من هنا، بس تقريبا هذا الجهاز ما في اي شيء. هذا حركة حلوة بالالوان، هنا الباور لونه غير، هنا التطويل التقصير، فحس انه حلو، ممسك ملمس الجهاز حلو. هنا مايك حق التصوير، الكاميرا الأمامية تصور بس فول اتش دي، ما تصور 4K. الكاميرات الخلفية يصورون 4K 30 فريم حدهم، كيفهم هم خلوه كذا 4K 30 فريم بس. في 2019 4K 30 فريم، أبل حطتها في الآيفون من 2015 4K 30 فريم، أو 4K 60 فريم تقريبا على الآيفون 6S بس. تقريبا هذا الجهاز ما في أي شيء. هنا مدخل الشريحة، مثل ما نشوف شعار جوجل من ورا. بس انتظروني مثل ما قلت لكم فيديوهات ثانية، راح نستعرض معاكم الجهاز بالكامل ومواصفات الجهاز. ولا تنسون فضل دعاكم في نهاية الفيديو، ولا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقات من تحت تهمني. واللي يبي يشوف الفيديو هذا، كان اتكلم بالبداية بس بقول لكم الحين في النهاية، ان تدخلونه 4K 30 فريم اذا كان جهازك يدعم 4K 30 فريم. والسلام عليكم.